هي الطريقة يلي الكتاب المقدس صمد فيها عبر السنين، يعني صمد بدقة كبيرة. يوم أكيد بعد ما الكتاب المقدس ترجم لميات اللغات وصار في ترجمات كتيرة للكتاب المقدس وميات ملايين النسخ يلي عم تنطبع، صار تقريبا من المستحيل ينقض عليه، لكن ما كانت دايما هيدي الحالة. هيدي الظروف ما كانت دايما عم بتسود بالتاريخ. بالواقع لحد سنة 1400 الكتاب المقدس انحفظ بطريقة مؤلمة لأقصى حد وشاقة، وأخذت وقت طويل لأن نسخت بالإيدين. فيكن تتخيلوا نسخة بعد نسخة بعد نسخة. شفتوا الله كان مصمم أنه يحفظ كلمته الخاصة. أولا نسخوها على ورق البردي، وبعد هيك بمدة نسخوها على مخطوطات. لكن مش هيك فقط، على مر التاريخ الكتاب المقدس بالواقع تعرض لأشد وأعنف كره أكثر من أي كتاب بالتاريخ البشري. تعرض لكره من الطغاة، كره من الدكتاتوريين ومن الناس يلي فعليا حرموا الكتاب المقدس وحاولوا أنهم يدمروه، حاولوا أنهم يقضوا عليه. ورغم هيك بقي الكتاب على حاله. بالكنيسة الأولى أشخاص مثل سالينس ولوسيان حاولوا أنهم يدمروا الكتاب المقدس بالجدال، والكتاب بقي على حاله. وبعدين كان في أباطرة مثل ديقلوديانوس وجوليان، هن حاولوا أنهم يدمروه بالقوة لكن الكتاب بقي على حاله. غيرهم حطوا قوانين وحتى حطوا عقوبة إعدام على كل شخص بيملك الكتاب المقدس أو بينسخه، ورغم هيك الكتاب بقي على حاله. لو الكتاب المقدس كان فقط أفكار إنسان أو تأليف إنسان أو كلمات إنسان كان فني من وقت كتير طويل مثل كل بقية الكتب. لكن مرة بعد مرة بعد مرة كلمة الله صمدت مثل ما هي، مع أنه الكتاب المقدس تحمل كمية من أشد وأقوى الكره والرغبة بتدميره. ورغم هيك سبب صموده كان بالواقع تحقيق لكلام يسوع لما قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا. بنفس الطريقة أشعيا قبل بسبعمائة سنة من المسيح قال بالإصحاح 40 والآية 8، قال يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد آمين. وأخيرا في السبب الخامس والأخير عن ليه مش لازم فقط تآمنوا وتتغزوا وتدافعوا بثقة عن كلمة الله وعن كون الحقيقة المطلقة، وهو القوة الموجودة بكلمة الله. تعرفوا الكتاب المقدس مش كلمات ميتة على صفحات، لا، هيدي الكلمات لأنه المؤلف هو الروح القدس، الروح القدس بيخلي هالكلمات تقفز لخارج الصفحات وتغير الحياة. وشفنا هالأمر مرة ورا مرة بالتاريخ وقدام عيوننا نحن. خلوني أبين لكم كيف الكتاب المقدس بيحكي عن قوته، قوة كلمة الله. مزمور 19 لأي 7 8 و9، اسمعوا بانتباه شو بيقول. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها. كلمة الله حولت حياة تاجر رقيق، وهيدا أكتر شغل مخزي ممكن أنه إنسان يشتغله، تتحوله لمبشر بإنجيل الرب يسوع المسيح واسمه جون نيوتن. وهو كتب كتير ترانيم، لكن في وحدة منتذكرها لأنها بتمثل شهادة شخص فعلا فعلا كان منحط لأقصى درجة ممكنة وارتفع وصار خادم للإله الحي. وهو قال ما أعجب النعمة، ما أجمل الصوت يلي خلص بائس مثلي. يا أحبة، في قوة بكلمة الله، والسبب إنه هالكتاب ما بيشبه أي كتاب
هو لأنه هو فعلياً نفس الله، روح الله قاد هالرجال حتى يكتبوا كلمات الكتاب المقدس. روح القوة والقدرة يلي نفخ وخلق الأرض وخلق السماوات وخلق النجوم وخلق المجرات، هو نفس الروح يلي نفخ بالكتاب يلي دونوا الكتاب المقدس حتى يدونوا فقط يلي الله بيقوله. وكرمال هيك الكتاب المقدس بيقدر يبقى حي وفعال، وكلمة الله بتقدر تغير الحياة. الروح القدس يلي كتب الكتاب المقدس بيخلي هالكلمات يلي على الصفحة تطلع وتتغلغل بعمق قلوب الرجال والنساء والصبيان والبنات وتحولهم وتعطيهم نصرة باسم يسوع. الروح القدس يلي نفخ بكتاب الكتاب المقدس هو نفس الروح يلي حول رجال ونساء من عبودية الخطية للنصرة بالمسيح. سألت نفسكم ليه إبليس لما ما يقدر يمنع شخص من مجيئه للمسيح، وهو ما بيقدر، بيبتدي يشتغل وقت إضافي على المسيحيين حتى يمنعهم من أنهم يتغذوا من كلمة الله؟ هو بيحاول يخليهم يخسروا شهيتهم تجاه كلمة الله. كنت عم بقرأ من مدة قصيرة نسخة عن رسالة سيدة كتير مريضة بدار استشفاء كتبتها لابنها، وفيها الصورة كتير بتتطابق مع حالة كتار من المؤمنين اليوم. خلوني اقرأ لكم شو يلي كتبته لعائلتها. قالت: عندي كل الرفاهية يلي ممكن احلم فيها، وجباتي هي الافضل، هي تنطبخ مثل ما بحب، اصدقائي دايما بيبعتولي سلل من الفواكه الطازة، لكن بصعوبة عم بجبر حالي اكل، ما عندي شهية، وتدريجيا عم بخسر وزني. يا احبة، هيدي صورة عن مسيحيين كتار اليوم يلي خسروا متعتهم بالاكل من كلمة الله حتى يعيشوا ويشهدوا عن قوته. كنت عم بحكي مع زملائي الرعاة هون بالكنيسة، وكنا عم نحكي عن العدد الكبير من كنايس الطائفة الإنجيلية وعن المجموعات الصغيرة، مجموعات المتابعة يلي ما بيفتحوا الكتاب المقدس. بالواقع بعض المجموعات يلي اسمها دراسة الكتاب المقدس ما بيفتحوا الكتاب أبدا، بيقروا كتب منيحة. اسمعوا، أنا كتبت كتير منها. إذا خليتوا واحد من كتبي حل مكان كلمة الله بتكون عم تخطو تجاه الله. مش مهم مين كتب الكتاب، لأنه يلي انكتب بالروح القدس هو يلي بيعطيكن قوة للحياة. مش فقط بتقدروا توثقوا فيك كلمة الله، بتقدروا بثقة مطلقة دافعوا عنه ككلمة الله، لكن لازم يوميا تخضعوا لقوته ولقوة الكاتب الروح القدس كاتب الكتاب المقدس. لكن بتعرفوا، يمكن يكون في حدا هون اليوم عم بيقول أنا ما بقرأ الكتاب المقدس لأني أنا مش مؤمن. أنا يمكن رجل أو امرأة بروح على الكنيسة، فقط بروح على الكنيسة من وقت للتاني، و بالواقع ولا مرة سلمت حياتي ليسوع المسيح، ولا مرة حصلت على عطية الحياة الأبدية اللي عم تحكي عنها، ولا مرة حقيقة نلت هالغفران يلي وحده يسوع بيقدر يعطيه ويلي عم بسمعك عم تحكي عنه، وبالتالي أنا ما بعرف هالقوة يلي بتجي من هالكتاب. طيب اليوم نحن وعم نصلي تقدر تقول: يا روح الله القدوس، بجي لعند الآب من خلال الابن، قويني، طع حياتي، افتح عيوني الروحية، خليني شوف حاجتي الكبيرة ليسوع، خليني شوف حاجتي الكبيرة لغفرانه، خليني شوف حاجتي الكبيرة للحياة الأبدية ولضمانة.
وبتعرفوا هيدي صلاة الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، الله الثالوث رح يستجيب لها. إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية، اطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب